ملكوتك تكن في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نكمل مع بعض بنعمة ربنا الدراسة بتاعتنا اللي كنا ماشيين فيها في سفر حزقيال، وإحنا كنا وصلنا لغاية الإصحاح 33، خلصنا الإصحاح 33، وكنا قسمنا السفر لو تفتكروا إلى مجموعة من الأجزاء، ويعني لو سمحتوا لي إن إحنا نراجع كده مراجعة بسيطة في دقيقتين القصة كلها، لأن الحقيقة السفر ده من كتر الغنى اللي فيه يخلي الواحد مهم أوي يبقى ملم بكل الأجزاء، بحيث إن إحنا ما تتوهش يعني مننا حاجة. وقلنا إن القسم الأولاني أخذنا أول 3 إصحاحات، والأول 3 إصحاحات هو الثلاثة اللي الإصحاح الأول والثاني والثالث اللي ربنا ورى الرؤية بتاعة المركبة النارية والحضرة الإلهية اللي موجودة في السماء، واللي الرؤية دي عزت حزقيال جدا ورفعت روحه المعنوية وفرح بيها جدا، لأنه كان في حالة إحباط زي ما كنا قلنا نتيجة إن هو في الفترة ديت، إحنا قلنا إن النبوة بتاعت حزقيال بدأت بعد 5 سنين من وجوده في السبي. بعد 5 سنين من وجوده في السبي يعني كان عنده ساعتها 30 سنة، و30 سنة بما إنه من نسل كهنوتي فكان المفترض إنه يبتدي يزاول الكهنوت، لأن الكهنة اليهود كانوا بيبتدوا مزاولة الكهنوت اليهودي، العمل الكهنوتي يعني، في سن 30. ولذلك كان حزين جدا حزقيال لأنه كان ساعتها في السبي، وكان يعني كل أمله إن هو كان يبقى كاهن لأنه ابن كاهن، لكن السبي منعه من هذا، فربنا وراله هذه الرؤية علشان يعني يعزيه. وكانت الرؤية زي ما شفناها، والمركبة النارية والكائنات الحية والبقرات والمقبب وربنا اللي يجلس على العرش اللي فوق المقبب، ودرسنا كل ده بالتفصيل. وبعدين دخلنا بعد كده على الجزء الثاني، والجزء الثاني كان بياخد من الإصحاحات 4 لغاية الإصحاحات 12، وشفنا من 4 لـ7 دولت 4 إصحاحات كان بيتكلموا فيها قال حزقيال يعمل هو نفسه زي وسيلة إيضاح. فعمل لهم حزقيال القصة بتاعت لما عمل لهم أورشليم، على رسمها لهم على لبنة، يعني حاجة كده حجر من الطوب اللبن يعني، أو قطعة من الطوب اللبن، وحكاية النوم على كل جنب، عدد بعدد الأيام بتاعت خطايا أورشليم وخطايا يهوذا. وبعدين شفناه كمان لما طلب منه حكاية حلق الشعر، وحلق الشعر كان عار عند الرجالة في عند اليهود، وكان معنى حلق الشعر عند كرجل يعني يحلق شعره، ده كان معناه عن العار اللي هيتم أو اللي هتعيش فيه الدولة اليهودية أو يهوذا وإسرائيل لما هيحصل السبي وهتحصل حرق أورشليم والحاجات دي. وربنا في من خلال هذا المثل ادالهم النبوة على ان هتتحرق المدينة بالنار، جزء كبير هيموت حرقا من الشعب، وجزء تاني هيزر بين الأمم يعني هيسبى وهيزر، وبالطريقة دي، وطبعا أورشليم نفسها هتتحرق بالنار. وده حصل طبعا بعد النبوة دي أو بعد الرؤية دي بقليل جدا، بقليل سنين ما تزيدش عن أصابع اليدين يعني، لأن إحنا قلنا إن النبوة حزقيال راح السبي في سنة 597 في قبل الميلاد، في الموجة الثانية من السبي، وبعدها ب5 سنين كان حزقيال في هذه الرؤية، يبقى احنا سنة 592. لو احنا في سنة 592 والحرق الكامل لأورشليم كان في الموجة الثالثة من السبي،
كان في سنة 586، يبقى من 592 ل 586 حوالي 6 أو 7 سنين. إذن هذا الكلام كان قبل ما يتحقق كل ما يقوله أشعياء، أو كل ما يقوله ربنا على فم، آسف، حزقيال، كل ما يقوله ربنا على فم حزقيال بحوالي 6 أو 7 سنين. وبعدين دخلنا بقى في 3 إصحاحات من 8 ل 11. من 8 ل 11 شفنا الرؤية اللي موجودة في الإصحاح العاشر، وهي شبه أو قريبة جدا من الرؤية اللي موجودة في الإصحاح الأولاني. رجع تاني يوري له العرش الإلهي، ورجع تاني يوري له الرؤية بتاعت منظر العرش والبقرات وكل الحاجات دي، إنما كان عليها إضافات زي الراجل اللي لابس الكتان اللي هو يرمز للسيد المسيح، وازاي ان الراجل اللي لابس الكتان ده قال له ربنا ان انا هحرق، ربنا قال في على فم حزقيال ان انا هحرق المدينه، انما قبل ما نحرق المدينه لازم سمسمه، يعني حط سمه او حط علامه على جباه او على جباه شعبه يعني او اولاده، وكانت السمه دي هي علامه الصليب. وده اللي حصل بالظبط واتكرر بالظبط في سفر الرؤيا، لما شفنا ان الملاك انطلب منه انه يضع علامة او سمة او يختم المختارين اللي مكتوبين في سفر الحياة، وده اللي حصل في سفر الرؤيا. وطبعا احنا بنربط قوي بين سفر حزقيال وبين سفر الرؤيا، لان رؤيه العرش نفسه اللي احنا شفناها لغايه دلوقتي مرتين في حزقيال موجوده هي بتقريبا، يعني تقريبا هي موجوده في سفر الرؤيا من اول الاصحاح الاول، وكمان في الاصحاح الرابع في سفر الرؤيا. وهنشوف كمان اللي حصل ايه النهارده بنعمه ربنا، نشوف تاني اخبار تربط بين حزقيال وبين سفر الرؤيا. في الإصحاح ال11، في الإصحاح ال11 ورى له ربنا إزاي في منظر حزين جدا فارق مجد الرب، فارق الهيكل، فراحت قوة الهيكل وراحت قوة اليهود، وأصبحهم مطمع لكل الدول، ولم يعد ربنا يسندهم زي زمان، فهجم عليهم كل أعدائهم وشمتوا بيهم، وهجمت عليهم جيوش السبي وجيوش نبوخذ نصر، وحرقت المدينة وأخذت شبابها يعني سبايا، وزروا يعني تم تفريقهم بين كل البلاد، وبالأكثر طبعا لبابل يعني، واللي في سوميا بعد كده، أو سوميا في ذلك الوقت بسبي بابل. إنما الحقيقة حبيت أراجع معاكم آية صغيرة لأن دي هتهمنا، آية صغيرة اتكتبت في السفر، في الإصحاح ال11، ال11 أيوة، أفكركم بالوعد اللي وعد بيه ربنا، ودي نقطة بقى جوهرية جدا، نقطة جوهرية أنا بجيب هو الإصحاح ال11، آخر الإصحاح ال11، خلاص احنا دلوقتي في الرؤيا، وزي ما قلنا خلاص فارق مجد ربنا الهيكل، انما خلاص داخلين على السبي. انما السؤال يا رب هتعمل فينا ايه، وهل كده انتهت دولة اسرائيل؟ هل انتهت شعبك؟ هل انتهت وعودك؟ هل انتهى عهدك مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ هل نسيت كل ده؟ إيه يا رب اللي هيكون؟ فكانت الجمال بقى، وده اللي هنمشي في الخط ده النهاردة بنعمة ربنا، لما من أول كده عشان لسه احنا عايزين يعني نسرع في الكلام، من أول الآية 17 في الإصحاح ال11 قدامنا، فبدأ يقول له لذلك قل هكذا قال السيد الرب، إني أجمعكم من بين الشعوب
وأحشركم من الأراضي التي تبتدتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل. عايزين هنا نحط نقطتين أساسيتين نمشي عليهم بقى بعد كده في السفر. أولا في وعد أهو، في وعد أهو إن بعد السبي وبعد التشتت وبعد الحرق وبعد العار وبعد الإهانة وبعد كل ده ما زالت في بقية باقية، وما زال في وعد في الآية 17 اسمه هرجعكم وأحشركم وأجيبكم من الأراضي التي تبتدتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل. كلمة أعطيكم أرض إسرائيل دي كلمة أصبحت مجازية، يعني إيه؟ يعني لم يعد المعنى فقط هو أرض إسرائيل اللي هي أرض اللي هم يعني بتاعت فلسطين وأورشليم والكلام. الكنيسة دلوقتي خدت معناها الأشمل والأكبر والأعم، وهي أرض إسرائيل اللي هي شعبه اللي موجود، أمم ويهود والكنيسة، معنى الكنيسة يعني. ولذلك هيبص لها اليهود على إنه وعد بالرجوع، وده تم طبعا بعد 70 سنة، والسبعين سنة دي ربنا كان قايل زمان زي ما احنا عارفين من زمان، قايلها على فم أرميا، والنبوة واضحة جدا إن العقاب ده هيكون في مدة 70 سنة وبعد كده هيحصل رجوع. فهم من حيث التفسير الحرف يعني فعلا بعد 70 سنة ربنا رجعهم، وشفنا موجات الرجوع الثلاثة اللي احنا عارفينهم من أول زروبابل، وبعدين ماشيين بقى في كل الموجات الرجوع، خدنا موجات الرجوع الثلاثة اللي احنا عارفينهم بعد ما عدى 70 سنة بالظبط باليوم زي ما كنا شفنا مع بعض. وفي آية 18 يقول يأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكرهاتها وجميع رجاسات بقية النبوة. وبعدين في كلمة بقى خطيرة جدا، وده يتورينا إن مش يعني الكلام اللي جاي ده في آية 19 وآية 20 ما هواش خاص برجوع اليهود مجرد يرجعوا لأرض أورشليم يعني، لا ده رجوع الكنيسة كلها. لما قال لنا في آية 19 أعطيهم قلبا واحدا، أجعل في داخلهم روحا جديدا، أنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم، وأعطيهم قلب لحم. وساعتها طلعنا الآية دي من رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين لو تفتكروا، آسف أعتقد كانت كورنثوس مش العبرانيين، لما قال لهم أنتم رسالة الله مخدومة منا مكتوبة على ألواح قلب لحمية، مكتوبة على ألواح قلب لحمية. إذا نربط دايما العهد الجديد بالعهد القديم، والكلام اللي اتقال في العهد القديم هو كلام ربنا اللي اتحقق في العهد الجديد. وهنا هو لما قال القلب الواحد الوحدانية يهود وأمم الكنيسة بقى، وأجعل في داخلكم روحا جديدا الروح القدس اللي تجمع الكنيسة كلها، وأنزع قلب الحجر اللي كان موجود على اليهود وخلاهم قلبهم متحجر وما بينفذوش الوصية، وأعطيهم قلب يعني يحس بكلامي. وده اللي حصل في العهد الجديد في الكنيسة، لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا كلامي ويعملوا بها ويكون لي شعبا وأكون لهم إيه وأكون لهم إله. يبقى ديت كانت نبوة مهمة جدا، دي كانت نبوة مهمة للغاية يعني. نرجع تاني للجزء بتاعنا، وكنا بقى بالطريقة دي خلصنا الجزء ده لغاية الإصحاح ال 12 اللي اتحرقت في أورشليم، فارق مجد ربنا الهيكل، وربنا ادى وعد بالعودة ونولهم القلب الجديد والروح الجديدة. وبعدين دخلنا في المرة اللي فاتت في او المرة اللي قبلها يمكن في لما ربنا في الإصحاحات من 13 ل 24، لما ربنا وقف قدام شعبه يحاكمهم. وشفنا في الإصحاح ال 14 والإصحاح ال 18 حكاية المسؤولية الشخصية بتاعت كل إنسان، لما قالوا المثل بتاع
الآباء أكلوا لحوصهم وأسنان الأبناء درست، وقلنا إن هذا الكلام ربنا قال الكلام ده غلط والمثل ده غلط، لأن اللي بياكل الحصرم هو اللي أسنانه تدرس وهو اللي يتحمل مسؤولية هذا، أما الأبناء فلا يحملوا مسؤولية الآباء. وشفنا المثل في الإصحاح 18 بتاع الرجل الصالح اللي دخل يعني منحت له الحياة الأبدية لصلاحه، ثم خلف ابن، فالابن ما مشيش على صلاح أبوه وعمل الشر، فدخل بعد عن يعني عن رحمة ربنا ومات في خطيته. ثم هذا الذي مات في خطيته خلف ابن كمان يعني الحفيد، والحفيد ده شاف اللي عمله أبوه من الخطايا فرجع تاب وعمل تصرفات جده، فكتبت له الحياة الأبدية تاني. إذا كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان مسؤول عن نفسه. كمان درسنا في قعدة، أنا فاكر قعدة كاملة يمكن مع بعض، الإصحاح 16 لما مسك أورشليم بقى، وهذا الإصحاح خليه دايما في دماغنا وخلينا دايما حافظين حزقيال 16، اللي هو العروس الفتاة المهانة المتروكة اللي قال لها خلي بالك عرفت بأصلك، انت امك ابوك اموري وامك حسيه، وانا اللي مررت بيكي وبسطت ذيلي عليكي ودهنتك بالزيت وغسلتك وجاملتي جدا جدا وصلحتي لمملكه. وازاي بقى ربنا بيحكي في الاصحاح 16 ان الجمال اللي هي اتشهرت بيه ده كان كاملا ببهائه، لأن البهاء بتاع ربنا اللي حطه عليها هو اللي كان سبب جمال العروس. إنما للأسف الشديد في النص الثاني من هذا الإصحاح نشوف إزاي استخدمت هذه العروس كل الجمال اللي اداهولها عريسها في إن هي تخونه وتأخذ جمالها لنفسها وتفعل الشر، فيحزن العريس جدا، ويعني تبقى نهاية هذه العروس نهاية يعني صعبة جدا. وكان الإصحاح ده من الإصحاحات الشهيرة اللي وقفنا فيها وقفة يعني أعتقد طويلة شوية نتيجة أهميتها يعني. بعد كده بعد ما خلصنا هذا الجزء بعد ما خلصنا هذا الجزء لغاية الإصحاح ال 24 دخلنا في الجزء اللي بعديه، دخلنا في الجزء اللي بعديه، والجزء اللي بعديه ده الجزء اللي بعديه كان في الإصحاحات بقى اللي هي من 25 ل 32، وده أعتقد إنه كان في آخر جزء في المرة اللي فاتت، اللي لما حصل كده لأورشليم وخراب أورشليم والحريق بتاعها، فكل الأمم الوثنيين والأعداء اللي كانوا محاطين بأورشليم شمتوا في أورشليم جدا، وربنا زعل جدا وحزن جدا لما هذه الأمم عملت حاجتين مهمين جدا، عملت خطيتين كبار جدا. خطية الكبرياء اللي افتكروا بيها نفسهم إن هم بقوتهم استطاعوا أن يهزموا أورشليم، ولم يفهموا إن ده كان تأديب من ربنا، وإن ربنا هو اللي سمح بكل الجيوش دي واللي إداها سلطان إنها تعمل كده في أورشليم وفي ولاده علشان التأديب. إنما لا يمكن إن ربنا يسمح يعني إن حد يعني يتصرف هذه التصرفات بقوة منه، لأن ده كان بسماح من ربنا. فربنا زعل جدا من كبرياء هذه الشعوب، وزعل أيضا من شماتتهم. ففي الإصحاح 25 عمل رؤية مخصوص ضد عمون، شعب عمون وشعب مؤاب وشعب أدوم وشعب الفلسطينيين. ثم في الإصحاحات الثلاثة اللي بعدها نبوة ضد سور وملك سور اللي كان بيرمز زي ما كنا قلنا للشيطان. ثم في الإصحاحات اللي وراها كان نبوات ضد مصر والفرعون، ودخلناه بالتفصيل المرة اللي فاتت. وكل دول هيفنوا وهينتهم وهتبقى نهايتهم صعبة جدا، لأن ربنا قال لهم ما تشمتوش بعروستي
وبشعبي، واوعوا تفتكروا ان قوتكم هي اللي سمحت لكم ان انتوا يعني تشمتوا فيها، انما دي كان بسماح مني انا. ولذلك بقى قدامنا جزء بقى جميل بقى بتاع النهارده، اللي هو القسم او الجزء الخامس، الوعدة بالرجوع او نبوات عن الرجوع، وديت في الاصحاحات 33 لغاية 39، 33 لغاية 39. في الإصحاح إحنا خدنا الإصحاح 33 المرة اللي فاتت، في الإصحاح ال 34 النهاردة لينا وقفة في الإصحاح الإصحاحات اللي قدامنا دي لغاية 39، لأنها إصحاحات مهمة جدا، وهنا ربنا يوري حنيته وطيبة قلبه ووعوده. كنت عايز أقول لكم على حاجة جميلة قوي، على حاجة جميلة قوي. هنقف كده وقفة صغيرة ونراجع كده مع بعض حاجة كده لطيفة قوي. في حاجة كان بيتغنى بيها أو مذكورة في كل النبوات اللي سبقت، مش بس حزقيال، ده في أرميا وفي كمان أشعية. في حاجة اسمها البقية، 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 البقية. إيه الفرق بين حرق سدوم وعمورة والفرق بين حرق أورشليم؟ سدوم وعمورة لما اتحرقت كان حرق عقاب نهائي ليس بعده رجوع، كان حرق كامل ونهاية كاملة بلا رجوع، لم يسمع عن حاجة اسمها سدوم ولا عمورة بعد كده. وديت كانت قضاء ربنا على هذه الخطية والشعوب الأممية اللي كانت تسكن في ذلك الوقت نتيجة خطيتهم طبعا. أما ولاد ربنا، أما ولاد ربنا حبيبته وعروسته أورشليم، أورشليم لما ما سمعتش كلام ربنا، لما ما سمعتش كلام ربنا، ولما قعد ربنا يبعت نبوات عن طريق الأنبياء لمدة تقريبا حوالي 400 سنة من قبل أشعياء لغاية أما خراب أورشليم سنة 586، كل هذه الفترة، كل هذه الفترة ربنا كان بيقول هيحصل خراب، وبيقول كمان على فم النبي نفسه سواء أشعياء أو أرميا أو حزقيال إن في رجوع وإن في بقية ستبقى، وإن مفيش فناء لولادي ومفيش فناء لشعبي. تبص تلاقي مثلا في أشعياء، مثلا في الإصحاح الأولاني، في الإصحاح الأولاني أول إصحاح في الآية 9 مثلا في أشعياء يقول كده، يقول كده، يقول في أشعياء الإصحاح الأولاني يقول: لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة. يبقى الفرق بين سدوم وعمورة إن سدوم وعمورة ليس لها بقية، إنما أنا ربنا هيرجعني ومعايا وعد بالرجوع. ودينا شفنا وإحنا بنقرأ الإصحاح ال11 وهو يقول: أعطيهم قلبا جديدا وروحا جديدا وأعطيهم إنهم يكونوا شعبي، وهكذا. كل ده في البقية، لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة، أبقى لنا بقية صغيرة. وفي الإصحاح العشرين، وفي الإصحاح العشرين من نفس السفر، سفر أشعياء، يقول كده: يكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون على ضاربهم، يعني على الشعب اللي زي المصريين كده، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل، على الرب قدوس إسرائيل. كمان كمان مثلا، مثلا لما تشوفوا في سفر مثلا أرميا، مثلا بصوا أرميا، أطلع لكم كده أرميا قال إيه مثلا. آدي أرميا، ادي ارميا في الاصحاح ال23، بصوا الكلام عن كلمه كده ما ننساهاش ابدا اسمها البقيه: لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقيه. يقال ان اللي رجعوا من السبي
اللي رجعوا من السبي كانوا حوالي حاجة واربعين ألف، كانوا حوالي حاجة واربعين ألف، ودول زي ما قال أشعياء بقية صغيرة، بقية صغيرة. إنما البقية الصغيرة دول دليل على إن ربنا إيه، ربنا بيرحم، وربنا ما أفناش إيه، ما أفناش شعبه. بصوا في أرميا الإصحاح 23 أهي، مثلا آية 3 يقول كده: أنا أجمع بقية غنمي. شايفينها قدامنا آية 3؟ أنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها، وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر. خدين بالنا؟ يبقى ده إيه؟ ده وعد. أرجع بقية، أرجع إيه؟ أجمع بقية إيه؟ غنمي، بقية. كمان بصوا في الإصحاح الـ50 مثلا من أرميا، تلاقوا مثلا آية مثلا 20. بصوا الآية 20 مكتوبة إزاي؟ آية 20 تقول كده: في تلك الأيام، في ذلك الزمان، يقول الرب، يطلب اسم إسرائيل فلا يكون. خلاص ربنا غفر الاسم، وخطية يهوذا فلا توجد، لأني أغفر لمن أبقيه. يبقى في بقية أنا هأبقيها، وأنا هغفر لها، وهرجعها، وهصالحها، وأخدها. إذا في حاجة اسمها البقية، البقية الإيه؟ البقية. نرجع تاني هنا بقى لحزقيال، نرجع تاني لحزقيال في الإصحاح الـ34، في الإصحاح الـ34 ده بقى إصحاح مهم جدا. إحنا قلنا لو كنتوا تفتكروا إن كانت أكبر خطية، واللي من يعني من أكبر الخطايا اللي وقع فيها الشعب، إن حتى رؤسائه، حتى الكهنة بتوعه، حتى عظماء القوم وشيوخ البلد كانوا وقعوا في كل أنواع الخطايا وكل أنواع الحاجات الوحشة اللي زعلت ربنا. فهنا ربنا قبل ما يخش في الوعود الحلوة وقف وقفة قدام رعاة هذا الشعب. ومع الرعاة إصحاح مشهور قوي اسمه حزقيال 34. يبقى احنا هنفتكر حزقيال 1 و10 اللي هم فيهم الرؤية بتاعة العرش الإلهي، وهنفتكر حزقيال 16 اللي بيقولها: مررت بك ووجدتك زمنك زمن الحب، بسطت ذيلي عليك وحممتك بالماء المعمودية، وهكذا. وكمان هنفتكر حزقيال 34. 34 بقى بيقول له كده: كان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ على رعاة إسرائيل وقل لهم هكذا: قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل. بيديلهم الويل للرعاة الوحشيين الفاسدين اللي لم يرعوا الرعية، الذين كانوا يرعون أنفسهم. وقال لهم كده: ألا يرعى الرعاة الغنم؟ يعني الرعاة، الراعي ده وظيفته إنه يرعى الإيه؟ يرعى الغنم. فبيقول لهم: تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعوا الغنم، سايبين شعبي وعمالين أنتوا إيه؟ عايشين لملذاتكم ولخطاياكم. ادي الرعاة. وبيحاكمهم بقى واحدة واحدة بقى، وده يورينا، بيدينا هنا روشتة لكيف نخدم ربنا وولاده حتى في عندنا طبعا الجديد يعني اللي احنا فيه ده. فبيقول المريض، بيقول للرعاة، والرعاة ده احنا كل واحد فينا يعني مسؤول عن هذا، يقول: المريض لم تقووه، المجروح لم تعصبوه، المكسور لم تجبروه، المطرود لم تستردوه، الضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليه. فكانت النتيجة إن تشتتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل، وتشتتت لجميع وحوش الحقل وتشتتت ضلت غنمي. وعلشان كده هو في آية 7، بصوا آية 8 يقول إيه: حي أنا، يقول السيد الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة. يعني غنمي دي بقت إيه؟ بقت اتخطفت واتحرقت واتسبت نتيجة خطية الرعاة، نتيجة فساد الرعاة.
من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وحوش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي. بص نبرة الحزن اللي في الكلام. ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا الغنم. للمرة التانية هي يقولها، رعى الرعاة إيه؟ أنفسهم. الراعي ده إنسان يبذل نفسه من أجل الإيه؟ الخراف. إمتى اتقالت الكلمة دي؟ اتقالت في العهد الجديد في يوحنا 10، لما يسوع قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ده يسوع نفسه بيقول كده في يوحنا 10، إصحاح الراعي المشهور ده، أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أما هنا الرعاة الفاسدين دول، يقول رعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا الإيه؟ الغنم. فبيقول كده في آية 10، هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا على الرعاة، أطلب غنمي من يدهم، أكفهم عن رعي الغنم، لا يرعى الرعاة أنفسهم، فأخلص غنمي من أفواههم. وكده تحول الرعاة إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى مفترسين، إلى مفترسين. وبعدين في آية 12 يقول إيه؟ يقول كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها. وعده بالخلاص من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغضب والضباب. وعد كما يفتقد الراعي إيه؟ قطيعه يوم يكون في وسط غنمه، أنا كمان هيفتقد إيه؟ هأفتقد غنمي. بصوا آية 13 يقول إيه؟ أخرجها من الشعوب، أجمعها من الأراضي التي بها إلى أرضها، أرعاها على جبال إسرائيل. جبال إسرائيل، خلي بالكم من كلمة جبال إسرائيل. جبال إسرائيل في معظم النبوات بعد كده هترمز إلى الكنيسة، الكنيسة المرتفعة بروحيتها، مرتفعة إلى السماء، مرتفعة إلى السماء. دايما الجبل يرمز للسمو والارتفاع، ولذلك جبال إسرائيل يعني الكنيسة في العهد الجديد. عشان كده بيقول أرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض. أرعاها في مرعى جيد الكنيسة، ويكون مراحها تستريح على جبال إسرائيل العالية، هناك تربط يعني تهدى وتبقى فرحانة في مراحٍ حسن، مراحٍ مكان إيه؟ مريح. وفي مرعى دسم يرعون على جبال ايه؟ على جبال اسرائيل. 3 مرات ولا 4 مرات اهو في ايتين يذكر كلمه جبال اسرائيل. ويقول ايه 15، واحده من اجمل الايات، ربنا يسوع نفسه يقول كده، انا ارعى غنمي واربضها، يقول السيد الرب. انا ارعاها غنمي دي، انا ارعاها غنم رعيتي دي، انا ارعاها وانا احطها في حضني، اربضها اريحها، يقول السيد الرب. وبعدين آية 16 بقى عكس بالظبط الخطايا اللي كان بيعملها اللي فوق. فهو بقى قال لهم، أنا بقى اللي هطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي. يعني اللي فاكر نفسه، اللي فاكر نفسه عمال مهتم بنفسه وعمال يضغط نفسه وعمال يفرح بنفسه وياخد كل شيء لنفسه وبيحب نفسه وبيتفرج على نفسه وفاكر نفسه قوي، ها انا ايه؟ هأبيده. لذلك العذراء نفسها اتكلمت عن ايه؟ عن ايه؟ عن الاتضاع. العذراء نظر الى اتضاع امته، اتضاع. قد ايه ربنا في الانجيل كله عمال يتكلم عن انه بيحب الايه؟ المتواضعين. يقول لك يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم ايه؟ يعطيهم نعمه. شعبه يقول لك ارعاها في ايه 16، اخر ايه 16، ارعاها بعدل، ارعاها بعدل، ارعاها بعدل. والاصحاح كله بقى يمشي بالطريقه دي. واحد من اشهر الاصحاحات اللي زي ما قلنا إسرائيل، يعني يسوع ربنا بيحاكم الرعاة الفاسدين اللي كانوا أحد أهم مظاهر الفساد، يعني اللي أدى إلى غضب ربنا جدا وحرق أورشليم، غضب ربنا وحرق أورشليم. ده مثل يعني، أو يعني قطعة كده صغيرة من الإصحاح الـ 34.
لغاية بقى لما وصلنا في الإصحاح 36. عايز أبص معاكم في الإصحاح 36 والإصحاح 37. بص الإصحاح 36 إصحاحات بقى رقيقة جدا، جميلة جدا، وعود كلها خير وجميلة قوي، وعود الرجوع إن ربنا إيه في وعود بالرجوع البقية الباقية، لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية. بص يقول إيه بقى في أول الإصحاح 36، يقول: وأنت يا ابن آدم فتنبأ لجبال إسرائيل، جبال إسرائيل، وقل يا جبال إسرائيل. فكان جبال إسرائيل دي إيه؟ اسمعي كلمة الرب، جبال إسرائيل اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب: من أجل أن العدو قال عليكم، يعني بيتريق عليكم، شمت فيكم وأنتم محروقين وبلدكم محروقة، أن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثا، لما شمتوا كل واحد من الأعداء قال: روح بقى أورث في أورشليم اللي كانت بزهقانة دي، واللي كانت فيها إله مش قادرين نقرب لها لأنه موجود، دلوقتي أروح أشمت وآخد بقى أنهش من نصيب، آخد نصيبي منها وأحرقها وأشترك في حرقها وهكذا. وخدوا بقوا يتريقوا على أورشليم، وتفتكروا الكلام ده كان موجود في أرميا، لما أرميا قعد في المراسي قعد على باب أورشليم يبكي على أورشليم ويقول لها: إزاي بقت كده أرملة، بقت متروكة، بقت حزينة وهكذا. يعني في آية 3 يقول كده: تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب، من أجل أنهم أخربوكم وتهمموكم من كل جانب لتكونوا ميراثا لبقية الأمم، وأصعدتم على شفاة اللسان وصرتم مذمة الشعوب. ده اللي حصل. لذلك فاسمعي يا جبال إسرائيل كلمة الرب، هكذا قال الرب، هكذا قال السيد الرب للجبال وللأكام وللأنهار وللأودية وللخرب وهكذا. بص التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم، يقول إيه بقى؟ من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب: إني في نار غيرتي. بيحكي بقى باختصار في سطرين كده اللي حصل، بيقول لهم: أنا في نار غيرتي ساعة لما كنت غيران على اسمي اللي كنت انتوا دنستوه، في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى أدوم كلها التي جعلوا أرض أرضي ميراثا لهم بفرح كل القلوب وبغضة نفس لنهبها غنيمة. يعني بيقول لهم إيه؟ لما قدمت شعبي وأورشليم اتحرقت، فأنتوا شمتوا وبقيتوا تاخدوا أخدتوا أرضي ميراث. فيقول لهم كده، يقول لهم كده، بص يقول لهم إيه؟ أنا طبعا بحاول إن أنا أختصر علشان نوصل لكل النقط اللي إحنا عايزينها. في آية 10 يقول كده، في آية 8 آسف، يقول: أما أنتم يا جبال إسرائيل فإنكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعب إسرائيل لأنه قريب الإتيان، لأني أنا لكم وألتفت إليكم فتحرسون وتزرعون. ترجعوا خلاص. وبعدين يقول لهم كده، هكذا قال السيد خلينا نسبق شوية علشان الوقت. يعني يقول لك كده في آية 22، بيقول لهم: قال السيد الرب، هكذا قال السيد الرب: ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل بل لأجل اسمي القدوس. بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم: خلي بالكم، أنتوا شعب خاطي، شعب إسرائيل، أنتوا عملتوا كل شيء زعلني منكم، إنما في النهاية، في النهاية اسمي هو اللي تدنس، اسمي هو اللي تدنس، انتوا دنستوه بس تدنس. ولما الأمم اللي حواليا يعني شمتت، كانت بتشمت تقول إيه؟ كانت بتشمت تقول: فين إلههم اللي كان واعد إن هو عمره ما هيسيبهم، وعمره وعمره كان يحميهم، كان ينجيهم من السبي. فاسم ربنا تدنس بسبب شعب إسرائيل. ولذلك أنا هرجع وهغفر لكم، مش لأجل أنكم عملتوا شيء صالح أبدا، إنما لأجل اسمي، لأجل وعدي. تفكرين فاكرين الإنجيل في العهد الجديد لما يقول لنا: إن كنا لسنا أمناء
فهو يبقى أمينا لا يستطيع أن ينكر نفسه. هو وعد وهو أمين في وعده، وقال في بقية وفي رجوع، فهو سينفذ الوعد وسيمسح كل الخطايا، وستعود السبي، يعود السبي طبقا لوعده اللي في بقية. ليه؟ لأنه هو أمين، لأنه هو أمين، مش لأجل شيء صالح فيا. في آية 24 النبوة تقول إيه؟ آخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي التي بكم وآتي بكم إلى أرضكم. خلي بالكم بقى آية 25 و26 يقول أرش عليكم ماء طاهرا. إيه دي؟ إيه دي؟ دي نفس الآية اللي إيه؟ اللي كانت موجودة في الإصحاح ال11 اللي قريناها في أول ما كنا قاعدين دلوقتي. نفس النبوة بتتكرر أهي. أرش عليكم ماء طاهرا معمودية فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم، وبعدين أعطيكم قلبا جديدا، نفس الكلام بالنص، وأجعل روحا جديدا في داخلكم. إيه الروح الجديد ده؟ وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. نفس الآية بالظبط بالظبط اللي قريناها مع بعض النهارده في الإصحاح ال11. ده الرجوع، ده الغفران. والغفران بقى مش عشان نرجع نقعد في أورشليم ويرجع بقى يحكمنا ملوك فسده ونرجع تاني في خطيتنا، لا خالص. ده احنا هنسمع دلوقتي، اطلع لكم الايات نسمعها مع بعض. بصوا يقول ايه، احنا هنبص في 34، هنرجع تاني ل 34، وهنبص في 36 ولا 37 اللي احنا هنخش فيه ان شاء الله بعد شوي. بص يقول ايه في الاصحاح ده، بيقول ارش عليكم ايه 25 ماء طاهرا تطهرون من كل نجاساتكم من كل اصنامكم. يبقى دي معموديه، كنيسه جديده قلبا جديدا، روحا جديدا، الروح القدس. انزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لا، اجعل روحي في داخلكم جديده. دي لان الروح اللي في داخلنا ده الروح القدس. تفكرين ربنا في يوحنا 14 لما يقول يكون معكم ويسكن فيكم، يكون معك على الروح القدس، يكون معكم ويسكن فيكم، اجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائدي، تحفظون احكامي، تعملون بها. الكلام ده امتى شفناه؟ عند الامه اليهوديه. ده ربنا لغايه لما جه كانوا يعني في منتهى الشر، وعشان كده ربنا قال لهم وهذا داركم تترك لكم خرابا، وشفنا خراب اورشليم اللي كان في 70 ميلاديه. اذا دي نبوه عن ايه؟ نبوه عن الرجوع الكبير خالص خالص خالص، كنيسه، نشاه الكنيسه، الغفران الكبير على الصليب. تحفظون كلامي، اجعل نواميسي في اذهانكم، كلمه الايه المشهوره دي، اجعل نواميسي في اذهانكم، تحفظون كلامي وتعملون بها، وتسكنون الأرض التي أعطيت أبائكم إياها. الأرض بقى مش فكرة إن أنت ترجعوا تاني تعيشوا في أورشليم، لا، الأرض هنا بمعنى أورشليم السماوية، بمعنى السماء الجديدة، بمعنى الكنيسة الجديدة، سواء كنيسة مجاهدة أو منتصرة. وفي آية آخر الآية، آية 28، يقول تكونوا لي شعبا وأنا أكون لكم إيه؟ إلها، وخلصكم من كل نجاساتكم، وأدعو الحنطة وأكثرها، ولا أضع عليكم إيه؟ ولا أضع عليكم جوعا. وفي الإصحاح ال34، كنت عايز أبص معاكم في الإصحاح ال34، في آية غريبة جدا موجودة في الإصحاح 34 وهتكرر في الإصحاح 37. بصوا في الإصحاح ال34 أقراها معاكم، آية 23. بصوا يقول إيه عن الرجوع، بصوا آية 23 تقول إيه؟ يقول كده في آية 22، أخلص غنمي فلا تكون بعد غنيمة، وأحكم بين شاه وشاه، أنا اللي هحكم بينكم، وأنا اللي هكون عادل بينكم، مش هعمل زي الرعاة الأشرار. ورجع بقى في آية 23 وقال إيه؟
قال أقيم عليها، على الرعية دي راعيا واحدا، خلي بالنا من الكلمة اللي جاية، فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. عبدي مين؟ داود. داود ايه يا رب؟ داود ايه؟ ده كلام ده قايله حزقيال بعد داود ما مات بحوالي 400 سنة. بعد داود ما مات بحوالي 400 سنة، وعمرنا ما شفنا ان داود قام تاني من الموت، وعمرنا ما شفنا داود صحي، ولا حتى بعد الرجوع من السبي، ولا حتى في اي وقت، ولا لغاية النهاردة عمرنا ما شفنا داود رجع تاني وقام عشان يرعى شعبه. اذا انت بتتكلم عن مين يا رب هنا؟ انا بتكلم عن نسل داود، انا بتكلم عن يسوع نسل داود راعيا واحدا. ادي الوعد، الايه دي اتكررت. داود ده الراعي اللي اسمه داود ده اتكررت 4 مرات، مرتين هنا في الاصحاح 34 ومرتين في الاصحاح 37. فالايه هي قدام عينينا، اقيم عليها راعيا واحدا. بص النبوه قد ايه واضحه، راعيا واحدا يرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وانا الرب اكون لهم الها وعبدي داود رئيسا في وسطهم. انا الرب تكلمت. شايفين كلام ربنا؟ انا الرب تكلمت. ادي كلام ربنا، ربنا الاب الاله السماوي، انا الاله، وعبدي داود ابن داود، يسوع الابن الكلمه، يسوع الابن الكلمه هو الايه؟ الرئيس بتاعنا، وهو الراعي الواحد بتاعنا. انتوا واخدين بالكم؟ وده الكلام بالظبط اللي اتكرر في الايه او في الاصحاح 37 اللي احنا لسه بقى ما دخلناهوش، وده اصحاح عجيب الشكل بقى، اصحاح عجيب الشكل. راح خد ربنا حزقيال، وده واحد من اشهر الاصحاحات، وبنقراه في اسبوع الالام كتير، وبنقراه في يعني كلنا لازم نبقى عارفينه. يبقى احنا افكركم بالاصحاحات المحطات المهمه. خدنا حزقيال 1 وحزقيال 10، دي الرؤيا. خدنا حزقيال 16، وديت اللي بيقول لها ان انت كان جمالك كاملا ببهائي، العروس اللي كانت مرميه وربنا شالها من التراب، حزقيال 16. وخدنا في حزقيال الرجوع بقى، اصحاحات اللجوء الرجوع، اصحاح 34 شفنا الرعاه اللي ربنا قال راع الرعاه انفسهم ولم يرعوا الغنم، وقال بقى انا اللي هاقيم عليها راعيا واحدا داود عبدي. وده النبوة بتاعت المسيح، ان ربنا يسوع هو اللي يبقى الراعي بتاعنا الكبير. جت بقى الاصحاح 37. صحيح 37 رؤيا بيقول: كانت يد الرب علي فاخرجني بروح الرب وانزلني في وسط البقعه وهي ملقانه عظاما. وقفني ربنا كده في وسط مكان كده كبير كلها عظام، والعظام يابسه جدا، عظام يابسة، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا يابسة موت 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 في موت، وعظام ميتة من زمان. إيه دي؟ فقال لي: يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب أنت تعلم. قول يا رب أنا ما أعرفش. فقال له: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. بص بقى، ربنا الإله بقى، الإله الخالق، وهو ينادي على الميتين في القبور، ينادي على الميتين في القبور، قبور الخطية وقبور البعد وقبور عشان نرجع. يقول لها كده: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، أدخل فيكم روحا فإيه؟ فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون. للمرة الثانية هي: وتعلمون أن أنا السيد الرب. فتنبأت، قلت للعظام زي ما ربنا قال لي، أنا قلت للعظام، فتنبأت كما أمرت. وبينما أنا أتنبأ وإذا رعش، فتقاربت العظام، العظام الميتة اليابسة دي بدأت تتحرك، كل عظمة إلى عظمه، كل عظمة راحت لعظمتها، كل عظمة كان كوم عظم، كوم عظم، دلوقتي كل عظمة بقت تروح لعظمتها.
ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط اللحم الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي، ربنا بيكلم حزقيال، تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب، هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني، يعني اتكلمت زي ربنا ما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. إيه دول الجيش العظيم جدا جدا دول؟ دول العظام الميتة، شعب إسرائيل الميت ذو القلوب المتحجرة. هنا حصل الإيه؟ هنا حصل اللي حصل في القيامة، حصل اللي حصل في الغفران، وحصل اللي حصل في العهد الجديد في الدم دم المسيح والصليب والغفران والرجوع. كل العظام اليابسة دي بقت جيش عظيم جدا جدا. وبعدين ثم قال لي يا ابن آدم هذه العظام، بص بقى الكلام في آية 11، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، ها هم يقولون يبهست عظامنا وهلك رجاؤنا وقد انقطعنا، لذلك تنبأوا وقل لهم هكذا قال السيد الرب، هانذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم. قبور إيه دي؟ قبور إيه دي؟ فاكرين لما ربنا في العهد الجديد قال تأتي ساعة، تأتي ساعة حين يسمع الأموات صوت ابن الله، فإيه؟ يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. إيه الأموات دي؟ الأموات دي اللي هو الأموات بالخطية، الناس اللي كانت في خطيتها ورجعت وتابت وقبلت الغفران وقبلوا الحياة الأبدية. مليانة الكنيسة قديسين من الصنف ده، موسى الأسود وأغسطينوس ومريم المصرية وبائيسة وكبريانوس وناس كتيرة جدا 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 من اللي كانوا في القبور الخطية، وأصعدهم الروح وأقامهم من جديد. لذلك قل لهم كده، ها أنا ذا أفتح قبوركم. ده كلام إيه؟ ده عهد جديد ولا قديم؟ ده كلام بتاعنا إحنا، بتاع العهد الجديد. أصعدكم من قبوركم يا شعبي، آتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي. تاني آية 14، أجعل روحي فيكم فتحيون، أجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب. إيه أرضكم دي؟ كنيسة، الكنيسة. فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب، تكلمت وأفعل يقول الرب. طب وفين يا رب الأمم وفين اليهود في العهد الجديد؟ قال له أحكي لكم، قال له أحكي لكم تمثيلية جميلة جدا. ففي آية 16 قال له اسمع، اسمع يا ابن آدم، خد لنفسك عصا واحدة واكتب عليها ليهوذا، هات عصاية واكتب عليها ديت يهوذا، حاضر، ولبني إسرائيل ورفقاء، يهوذا وبني إسرائيل ورفقاء، خلاص دي عصاية يهوذا وبني إسرائيل، يبقى يهوذا وإسرائيل أدي إيه؟ دي يعني دول اليهود كده، يهوذا واسرائيل، ادي ديت عصايا، وخذ عصا اخرى واكتب عليها ليوسف، اكتب عليها كده يوسف عصا افرايم، يوسف عصا افرايم. اشمعنى افرايم؟ افرايم دي مملكه اسرائيل، ومملكه اسرائيل ديت لما عصت اختلطت بالامم، فكان ساعات يرمز الى الامم بكلمه افرايم، ولذلك العصايا الثانيه هي الامم. يبقى في عصايا لليهود وعصايا للامم، طب اعمل بيهم ايه يا رب؟ في ايه 17 قال اقرنهما الواحده بالاخرى، الزقهم في بعض كعصا واحده، الزقهم ببعض كعصا واحده فتصير واحده في يدك، ما عدتش عصايتين خلاص. ايه دول؟ دول يهود وامم. ايه دول؟ دول عهد جديد. ايه دول؟ دول المصالحه. فاذا كلمك ابناء شعبك قائلين أما تخبرنا ما لك وما هذا، الناس هتقول لك إيه اللي أنت بتعملهم ده؟ إيه العصايتين اللي أنت كاتب عليهم، واحدة يهوذا وواحدة إفرايم ولزقتهم في بعض؟ فقل لهم هكذا قال السيد الرب، ها أنا آخذ عصا يوسف التي في يد إفرايم أمم يعني، وأصبط إسرائيل رفقائه،
واضم اليها عصا يهوذا، عصا يهوذا الاثنين، واجعلهم عصا واحده فيصيرون واحده في ايد مين؟ في ايده هو، ايد ربنا الوحدانيه، اليهود والامم. وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك امام اعينهم، وقل لهم هكذا قال السيد الرب، ها انا اخذ بني اسرائيل من بين الامم التي ذهبوا اليها واجمعهم من كل ناحيه واتي بهم الى ارضهم. ايه ارضهم دي؟ ايه ارضهم دي؟ اسرائيل الى الان ما راحوش ارضهم. تعرفين ان حتى لما رجعوا من السبي، حتى لما رجعوا من السبي بعد فتره صغيره جدا حوالي 100 سنه من الوعاد في السبي، بدات تهجم عليهم موجات اخرى من المحتلين، زي مثلا الاسكندر الاكبر سنه 333. الاسكندر الاكبر والدوله الاغريقيه او الحضاره الاغريقيه، واحتل الثاني يهوذا. وبعدين بعد الاسكندر الاكبر جه الدوله السلوقيه، والسلوقيه ديت اللي هو ايام يهوذا المكابي سنه 150 ميلاديه، وفضلوا تحت الاحتلال. وبعدين بعد كده جم الرومان، وبعد وهكذا وهكذا. إذن كلمة الأرض دي وصيرهم أمة واحدة في أرض على جبال إسرائيل، دي تعني إيه؟ تعني الكنيسة، ملك واحد يكون ملكا عليهم. مين الملك ده؟ ملك الملوك ربنا يسوع. ولا يكونون بعد أمتين، ولا ينقسموا بعد إلى مملكتين. ولذلك يقول لك كده أن في الرجوع فعلا ما كانش فيه كلمة بقى يهوذا وإسرائيل، حدوتة يهوذا وإسرائيل، وأن المملكة الشمالية اسمها إسرائيل والمملكة الجنوبية اسمها يهوذا، دي انتهت تماما لما جم يرجعوا من السبي بعد 70 سنة. رجعوا كلهم وبقوا مملكة واحدة اسمها مملكة بني إسرائيل، ما عادش خلاص فيها اسمها مملكتين يهوذا وإسرائيل. تمام، بترمز في عهدنا الجديد لليهود والإيه والأمم كله يكون إيه، رعية واحدة لراعي إيه، لراعي واحد. ولا يتنجسون بعد بأصنامهم، آية 23، ولا برجساتهم ولا بشيء من معاصيهم، بل أخلصهم من كل مساكنهم التي فيها أخطأوا، وأطهرهم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. ونرجع تاني داود يقول كده، داود عبدي يكون ملكا عليهم، تاني إصحاح 37، ويكون لجميعهم، داود ده يكون لجميعهم راع واحد، فيسلكون في أحكامي ويحفظون فرائدي ويعملون بها ويسكنون في الأرض التي أعطيت عبدي يعقوب إياها، التي سكنها أباؤكم يسكنون فيها بنوهم وبنيهم إلى الأبد. مفيش حاجة اسمها إلى الأبد على وجه الأرض، على وجه الأرض مفيش أبدية. كلمة إلى الأبد يورينا أن بيتكلم عن إيه؟ عن السكنة، هتبقى سكنة أورشليم السماوية. ويكرر تاني ويقول عبدي داود رئيسا عليهم إلى الأبد. يبقى ده إيه كلام عن مين؟ عن يسوع فين؟ في الأبدية. وفي آية 26، أقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا إلى الأبد يعني، وأقرهم وأكسرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد، ويكون مسكني فوقهم وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا. كم مرة قالت أكون لهم إلها ويكون لي شعبا دي؟ فتعلم الأمم أني أنا الرب المقدس إسرائيل، إذ يكون مقدسي في وسطهم للمرة المعرفش كام في وسطهم إلى الأبد. طب يا رب ده معناها إيه؟ معناها إيه؟ معناها ان انا مجهز لكم حاجه حلوه قوي، مجهز لكم حاجه حلوه قوي. داود عبدي، يسوع نسل داود، هتكونوا شعبه، هتكونوا رعيه واحده. طب يا رب يعني هنعيش في الارض ديت في سلام؟ لا، مش هتعيشوا في سلام، هتعيشوا في اضطهادات وفي حروب. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، وربنا يسوع نفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق. ولذلك في الإصحاحين اللي جايين بقى 38 و39 في قصة عجيبة جدا اسمها حرب جوج وماجوج. الله، جوج وماجوج دي مذكورة فين؟ مذكورة في سفر الرؤيا، مذكورة في سفر الرؤيا.
يبقى احنا المرة الجاية ان شاء الله هنقارن جوج وماجوج اللي موجودة هنا بجوج وماجوج اللي موجودة في سفر الرؤيا، وهنشوف ازاي ان الشيطان في اخر الزمان هيقوم على شعبه وعلى اولاده، وبعدين بعد ما يقوم على شعبه ربنا هينجيهم، وهتبقى بعد كده الأبدية، وهيبقى الفرح الأبدي. بس عشان الوقت هنكتفي بالكده النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية نكمل مع بعض. لو حد عنده أي طبعا سؤال تحت أمره. بشكرك قوي باشمهندس سمير، بجد انا حبيت وفرحانه قوي بسفر حزقيال، يعني مش درسناه ده انا شربناه على فكره. نشكر ربنا بجد نشكر ربنا بشكرك، مجهود عظيم، ربنا يبارك لك ويعوضك. ربنا يعوضك. ربنا يعوضك. حد عايز حاجه تانية يا جماعه؟ طيب يلا بينا نصلي. اللهم تراءف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا بين الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين جماعة. سلام.